بكم من مصر القديمة، هذه المنطقة التي حكمت منها مصر لعقود طويلة منذ الفتح الإسلامي عام 640 ميلادية. مصر التي احتضنت الديانات والحضارات والثقافات المختلفة، لا ترفض أحداً ولا تنبذ أحداً، لكنها تحتضن الجميع في بوتقة مصرية خالصة. إحنا فين هنا؟ إحنا في أعلى نقطة من سور مجرى العيون، هذه المنطقة اللي هي شمال مصر القديمة، زي ما أنتوا شايفين خلفي هضبة المقطم، غرباً عندنا نهر النيل، ومصر القديمة بمفهومها الواسع تتسع لتصل إلى منطقة دار السلام، وطبعاً متحف الحضارات وبحيرة عين الصيرة، وتضم أصلاً مدينة الفسطاط، أول عاصمة لمصر الإسلامية، والتي استمرت عاصمة لمصر الإسلامية بعد أن شيدها القائد عمرو بن العاص بعد الفتح الإسلامي، استمرت تحكم مصر في الخلافات الأموية والعباسية. ليه إحنا هنا بنتكلم عن مصر قديمة؟ بنتكلم عنها لأنها جزء من التاريخ، جزء مهم جدا من التاريخ، مش بس جزء من التاريخ، ومش بس هنتكلم عنها لأنها تضم الديانات الثلاث، تضم مسجد عمرو بن العاص والكنيسة المعلقة والمعبد اليهودي، مش بس كده، ومش بس لأنها جزء من التاريخ، ولكن أيضا لأنها جزء من استشرافنا للمستقبل. هذه المنطقة تشهد تطور مهم جدا لتحويلها إلى مزار سياحي يمتد إلى متحف الحضارات الذي يضم كل الحضارات التي تعاقبت على مصر، إزالة العشوائيات اللي هي لسه مستمرة، إزالة المدابغ ونقلها إلى منطقة الروبيكي. هذه منطقة تشهد تطوراً كبيراً يحولها، أو الهدف منه تحويلها إلى مزار سياحي مهم يحفظ التاريخ، تاريخ مصر القديمة. أهلاً بكم من مصر القديمة، هذه المنطقة التي حكمت منها مصر، ليس فقط لنقرأ التاريخ، ولكن أيضاً لننظر إلى المستقبل. دكتور أيمن فؤاد، إحنا فين دلوقتي؟ احنا دلوقتي فوق مجرى العيون مبدئيا، ومجرى العيون ده مبنى انشئ في العصر المملوكي، بدا في عصر المصري محمد بن قلاوون، لكن المكان اللي احنا فيه دلوقتي ده يرجع لعصر قنصوه الغوري اخر سلاطين المماليك. وبالنسبه لامتداد العواصم المصريه القديمه الاسلاميه، فاحنا في شمال الفسطاط، العاصمه الاسلاميه الاولى اللي انشاها الفاتح عمرو بن العاص. الفسطاط جزء من ما يسمى بمصر قديمة أو مصر القديمة. إيه هي مصر القديمة؟ جواها إيه؟ بتضم إيه؟ يعني هي مصر القديمة دي تسمية محدثة. محدثة؟ طبعاً مش حديث. موجودة في التاريخ، وكانوا يسموها مصر العتيقة أحياناً في المصادر. الغربيين بيسموها أولد كايرو أو فيو كير، باعتبار نسبة إلى أن القاهرة هي اللي مدية اسمها للمنطقة كلها أو العاصمة الإسلامية. إحنا دي أول عاصمة إسلامية أنشئت في أفريقيا، وبالتالي طبقت ما ممكن أن نطلق عليه نظام المدينة الإسلامية أو The Islamic City. حضرتك بتقصد الفسطاط؟ الفسطاط ولا لا، أنا بتكلم على حدود مصر القديمة. ما هي مصر القديمة هي الفسطاط، إحنا بنتكلم عن فقط الفسطاط ولا بتمتد بنتكلم تاريخياً تطلق على الفسطاط. لما جاء العصر الفاطمي بعد 300 سنة، يعني 350 هجرية 969 ميلادية، مجموع العواصم القديمة اللي هي الفسطاط جنوبا، شمال شرقي العسكر، شمال شرقي لغاية جبل يشكر القطائع، سمي أو أطلق عليه مصر الفسطاط، اللي أصبح مجموع الثلاث مدن دول دمجوا في بعض وكونوا العاصمة الاقتصادية التجارية في العصر الفاطمي. يعني لماذا اختار عمرو بن العاص الفسطاط لتكون عاصمة لمصر؟ يعني هذه أول عاصمة إسلامية أو أول مدينة إسلامية في إفريقيا أو في العالم كله. كان في هنا حصن اسمه حصن بابليون، يرجع تاريخه إلى هادريان الإمبراطور الروماني،
وكان محيط به بعض الكنائس، كنيسة أبي سرجة وكنيسة مريم العذراء وكنيسة المعلقة موجودة، بإضافة إلى كمان معبد يهودي اسمه معبد بن عزرة. فكل المنطقة دي لأنها منطقة متوسطة، احنا عارفين شكل الخريطة المصرية ان عندنا الدلتا وعندنا الوادي، فدي نقطة الالتقاء. أقيمت فيها في مرحلة قديمة منف في غرب النيل، أقيمت فيها أون أو مدينة الشمس في مرحلة تالية، ثم الإسكندرية كانت عاصمة لمصر فترة طويلة منذ أنشاء الإسكندر إلى دخول المصريين المسلمين. فاختاروا المكان ده ليكون مركز حتمي يتحكم في الجزء الشمالي من المدينة والجزء الجنوبي من البلد، يعني المحور الشمالي الجنوبي والمحور الشرقي الغربي. ونشأت هنا النواة بتاعتها، كانت فسطاط عمرو بن العاص، ثم المسجد الجامع اللي أطلق عليه تاج الجوامع أو الجامع العتيق اللي هو جامع عمرو بن العاص. طبعا الجامع اللي موجود دلوقتي ده لا علاقة له بجامع عمرو التاريخي، صحيح، لكن ده الموقع بس أعيد بناؤه مرات ومرات ومرات، لأن ده بني سنة 2022 هجرية 640 ميلادية، فحصل له تطورات وتوسعات وإضافات. الجزء اللي موجود دلوقتي يرجع القسم الأكبر منه إلى إبراهيم بيه ومراد بيه اللي كانوا معاصرين لحملة نابليون على مصر، يعني في نهاية القرن الـ18. مصر القديمة أو بما تضم من الفسطاط حكمت مصر قد إيه؟ يعني حكمت مصر من هذه المنطقة طوال عصر الولاة. احنا مصر تاريخها يبتدي من عمرو بن العاص، وكان المركز الاسلامي في الوقت ده الخلفاء في المدينه، الخلفاء الراشدين الامويون في دمشق، ثم مع الثوره العباسيه ونجاحها كانوا في العراق وتاسيس بغداد، كانت هي دي المراكز، واحنا كنا ولايه تابعه لها. طوال الفتره دي، الفتره الاولى كلها كانت الفسطاط هي العاصمه الاداريه لمصر او العاصمه الرسميه لمصر. لما جاء العباسيون صالح بن علي ودخلوا 632 وطاردوا مروان بن محمد آخر الخلفاء الأمويين، أسسوا مدينة جديدة اسمها العسكر. العسكر دي بيحدها من الجنوب منطقة كان اسمها جوكوم الجارح، يحل محلها الآن جامع أبو السعود الجارحي تحديدا، نقدر نحدد تقريبا، تمتد شمالا شرقا إلى المنطقة اللي بنسميها النهاردة جبل يشكر، اللي أقام عليها بعد 200 سنة أو بعد 100 سنة من هذا التاريخ أحمد ابن طولون، جامع أحمد ابن طولون اللي هو الأثر الوحيد الباقي من العاصمة الأميرية اللي كانت فيها استقلال نسبي عن الخلافة العباسية في بغداد مع أحمد ابن طولون. فحكمت مصر من وقت الفتح الإسلامي، من وقت عمرو بن العاص، من 20 هجرية لغاية 254 من هذه المنطقة من الفسطاط، وكانت تنقسم إلى قسمين، إن المنطقة هنا متدرجة ناحية الجبل لحد جبل المقطم، احنا شايفين كده اهو ارتفاع، يعني احنا يميننا جبل المقطم، يسارنا نهر النيل، فالحته دي متدرجه، فالجزء العلوي بيسموه عمل فوق لانه مرتفع نسبيا، الجزء اللي على النيل بيسموه عمل اسفل. فكان جامع عمرو بن العاص موجود قريب من النيل في الجزء الجنوبي، لذلك لما جه رحاله اسمه ابن حوقل ورحاله اسمه ابن المقدسي في القرن الرابع الهجري، وصفوا جامع ابن طولون سموه الجامع الفوقاني لانه في منطقه عاليه على تل الكبش، وسموا جامع عمرو بن العاص الجامع السفلاني لانه في منطقه اقرب الى النيل. وبالمناسبه لما جاء الفاطميون واسسوا مدينه القاهره، زي ما قلت لحضرتك كانت هي العاصمه المحصنه، بينما كان مجموع الثلاث مدن دول اللي تدخلوا مع بعض القاهره، الفسطاط والعسكر والقطائع بيسموه مصر الفسطاط، وكان هو المركز التجاري والاقتصادي للمدينه، وايضا المركز العلمي من خلال جامع عمرو اللي كان بتدور من خلاله المقاومه السنيه للوجود الفاطمي الاسماعيلي في القاهره. كان الازهر هو مركز الدعوه الاسماعيليه، وكان اسمه الاول جامع القاهره، لكن اطلق عليه في مرحله لاحقه في القرن الخامس الهجري 11 الميلادي الجامع الازهر. فكانت المقاومه السنيه موجوده هنا في الفسطاط في جامع عمرو او جامع السفلاني. ماذا تقول عن مصر القديمه؟ تاريخيا مصر القديمه هي رمز للوجود العربي الاسلامي الاول في افريقيا،
والعناصر اللي كونت الخطط اللي كانت محيطة بها. احنا عارفين ان المدينة دي مقسمة الى خطط. الخطة هي عبارة عن كوارتر حي يتخلله دروب وأزقة ومسالك، وكان فيها أسواق جزء أساسي من نواة تقليدية للمدينة الإسلامية، وكان أهم سوق موجود في الفسطاط سوق اسمه سوق القناديل. هذا السوق بيصف الرحالة اللي زاروا مصر وجم من العراق وجم من هنا ومن هنا، إنه لا نظير له في العالم، وإن أي حاجة الواحد يطلبها ممكن يراها أو يجدها في سوق القناديل. وجاء عمرو بن العاص ولم يهدم الكنيسة ولم يهدم المعبد. لا، لم يحدث طبعا. الأمور استمرت متداخلة مع بعضها حتى المعبد اليهودي. دكتور أيمن، أنا بشكرك شكرا جزيلا، وخلونا ننتقل ونشوف إيه هو سور مجرى العيون. الله أكبر، الله أكبر. هنا تمتزج الديانات الثلاث، لا يفصل بينهم سوى أمتار قليلة. فقد اجتمعت أقدم الآثار الإسلامية متمثلة في مسجد عمرو بن العاص، والمسيحية كالكنيسة المعلقة، واليهودية كمعبد بن عزرة، لتجد نفسك في مصر القديمة أو العتيقة كما كان يطلق عليها في السابق. يعد حصن بابليون أقدم الآثار بالمنطقة، ويتوسط مدينة الفسطاط أول مسجد بني في أفريقيا ورابع مسجد بني في الإسلام، ويقال له تاج الجوامع، إنه جامع عمرو بن العاص الذي كان يقصده المشايخ والآئمة قديما لصلاة الاستسقاء لزيادة مياه نهر النيل، ويظهر أعلى مباني المنطقة ليعلن عن كنيسة بنيت بها مطلع القرن الرابع الميلادي، إنها كنيسة السيدة العذراء مريم، أو كما يطلق عليها الكنيسة المعلقة لأنها بنيت على أنقاض جدران حصن بابليون. ويكتمل مجمع الأديان بوجود معبد بن عزرة اليهودي الذي يعد واحداً من أكبر المعابد اليهودية وأهمها. بطول 3 كيلومترات يمتد معجزة العمارة المائية الإسلامية في مصر، إنه سور مجرى العيون لنقل مياه النيل إلى قلعة صلاح الدين الأيوبي التي تظهر عتيقة شامخة. هذا السور الذي شهد عدة ترميمات في عصر السلطان محمد بن قلاوون، وعلى إثرها أنشأت السواقي السبع. لم تتوقف آثار المنطقة عند هذا الحد، ولم يتوقف تاريخها الممتد منذ عصور طويلة، لكن يبقى الأمل في عملية التطوير التي تشهدها المنطقة ككل بهدف تعظيم مكانتها السياحية. دكتور أسامة طلعت، إحنا فين هنا دلوقتي؟ إحنا حالياً واقفين في على أرضية برج المأخذ اللي كان هو المصنع اللي بيستخدم في رفع المية من منسوب النيل وقت بناء مجرى مياه في أم الخليج لسطح البرج، علشان تتحرك المية بعد كده بآلية محددة صوب القلعة وتزود قلعة صلاح الدين أو قلعة الجبل بالمياه. سور مجرى العيون، يعني احنا جوه دلوقتي، احنا في قلب سور مجرى العيون، احنا دلوقتي كأننا واقفين فين؟ على النيل؟ بالظبط حضرتك، هو سور مجرى العيون او الاسم الاثري بتاع قناطر مياه مجرى فم الخليج، هي كانت وظيفتها ان هي بتاخد المياه زي ما قلنا من النيل ترفعها وتوصل للقلعه على من خلال قناة ماشية على ظهر السور، وهنشوفها مع حضرتك بعد شوية. المنسوب اللي احنا واقفين عليه دلوقتي ده هو أعلى من المنسوب وقت التأسيس، لكن في الأصل كانت هي دي الأرضية اللي مية النيل كانت بتدخل من خلال العقد دون لبرج المأخذ هنا. يعني إيه برج مأخذ بقى؟ يعني إيه مأخذ أساسا؟ مأخذ يعني بياخذ، من الفعل بياخذ. برج مأخذ إن هو اللي بياخذ الماء من النيل وترفع إلى ظهره، ومن ظهر هذا البرج اللي بيسمى برج المأخذ لأنه بياخد المية من منسوب منخفض اللي هو منسوب سطح المية أو منسوب المية في نهر النيل، ويعلى بيها لسطح البرج
عشان بعد كده يمشي فوق القناطر يوصل للقلعه. يعني هنا كان في ميه؟ يعني هنا بياخدوا الميه منين بقى بالظبط؟ ويمكن حضرتك تلاحظ ان الغد ان دلوقتي في برضه ميه نتيجه طبعا ارتفاع منسوب نهر النيل حاليا. الميه كانت بتدخل من هذا العقد اللي هو قمه العقد باينه هنا. بتدخل الميه من البير ده بتخش الميه بتخش الميه من النيل لما منسوب النيل بيبقى مرتفع، بتخش الميه من هذا العقد الموجود بالجهه الغربيه من برج الماخذ اللي هي على النيل لارضيه برج الماخذ دوت. برج الماخذ بعد كده هقول لحضرتك نعرف تصميمه الاول. البرج عباره عن برج يعني كتله بنائيه. تصميمه عباره عن شكل مسدس، شكل سداسي. كل ضلع من أضلاع هذا المسدس أينما نظرت ستري ضلع من أضلاع هذا المسدس. في دخلة عميقة جدا اللي هي زي دي مثلا على سبيل المثال. الدخلة دي حضرتك اللي كان فيها من فوق في الجزء العلوي يمكن باين هنا أكتر في ساقية. في ساقية، الساقية دي كانت مربوطة بحبال والحبل على مسافات مختلفة منه في أواديس. إيه الأدوس؟ اللي هو الجردل أو السطل. فالساقية دي في هنشوفها لما نطلع فوق في السطح. فالميه بتيجي هنا. انا جاي لحضرتك اهو، جاي من هنيجي من فوق اهو، نزلنا هنا في ساقية تاني بتبقى في الجزئيه دي مربوطه بالدعامه الوسطى دي. اوكي. عن طريق الدعامات دي. فالابقار والثيران لما كانت بتلف السواقي فوق ومن الساقية اللي فوق دي تلف. حضرتك لو تتخيلي معايا بينزل الحبل كده بالاواديس يملى من ميه النيل ويطلع تاني يفضي في حوض فوق. تنزل فاضيه. تنزل فاضيه. يوصل لميه النيل على منسوب اللي احنا واقفين عليه دون وتلف تغرف الميه وتطلع لحد ايه السطح فوق. لما بيطلع للسطح فوق بيحصل ايه؟ السطل وهو بينتني كده بيفضي الميه فيه في حوض. فعندي ست دخلات بست سواقي بست حواض صغيره فوق في السطح. الست حواض دي بترمي الميه بتاعتها في الاخر في حوض كبير ضخم، والحوض ده بتطلع منه القناه تنقل الميه للقلعه. ميكانيزم عشان كده زي ما انتوا بيسموه المصنع. مين صاحب الفكره الهندسيه يعني العبقريه دي؟ سؤال جميل جدا. فكره الاكيودكت او اكوا داكت اللي هي قنوات المياه. سنه كام بقى؟ هقول لسعادتك الفكره دي اصلا كانت موجوده على اقدم ما نعلم في العماره الرومانيه. يعني من قبل الحضاره الاسلاميه، واتعرفت في العماره البيزنطيه وفي اوروبا في ايطاليا وفي اسبانيا في نماذج لقناطر المياه دي اللي هي الاكيودكت. عندنا في مصر بقى فين بقى الكلام ده موجود؟ اقدم نموذج لده موجود في بقايا قناطر احمد بن طولون 258 هجريه في منطقه القرافه الكبرى ومنطقه اللي هي قرب اسطبل عنتر. بتقولي احمد بن طولون، لكن هذا هذه القناطر بتسموها ولا قناطر مياه او مجرى المياه؟ قناطر او مجرى المياه مش كانت بدات من عصر من الايوبي من ناصر صلاح الدين؟ جميل، احنا بنتكلم عن الفكره موجوده من الروماني للبيزنطي للاسلامي وفي مصر، وده اثر فريد اللي احنا فيه ده برج المخز بقناطر الميه. اثر فريد مش في مصر بس، لا مثيل له في العالم العربي. ليه فريد؟ مفيش زيه تاني، يعني ما عندناش نموذج من ده في اي بلد تاني غير في مصر. ولذلك هو يعني فعلا انا بحيي حضرتك وبحيي زملاء حضرتك في الاعلام ان هو بيساعدونا ان احنا نظهر للناس الحاجات اللي حواليهم وبيعدوا جنبيها كده وماشيين يبص كده ويعرف الحاجات دي كانت بتستخدم في ايه. احنا عايشين وسط سور مجرى العيون طول حياتنا. بالظبط. اجدادنا وابائنا واحفادنا ومش عارفين هو ايه سور مجرى العيون. ايه هذا البناء والتشييد الضخم جدا؟ سور مجرى العيون هي يعني شركه المياه الخاصه بقلعه صلاح الدين. طب هنا بقى سؤال، يعني الناصر صلاح الدين شيد كل هذا البناء الضخم في كم حجر؟ لو بيعدوا الاحجار يا دكتور؟ لا احنا مش بنعد الحجر، لكن بنعرف المداميك والارتفاعات والمساحه. انا احنا بس هنا عايز على ارتفاع قد ايه؟ هنا الارتفاع الكلي اقصى ارتفاع 20 متر. انا عايز اقول لحضرتك على برضو يعني حاجه تاني يعني طريفه هي فكره ان الميه طلعت خلاص عرفنا انها طلعت فوق. فكره ان الميه توصل للقلعه نفسها لان منسوب سطح البرج ده ادنى منسوب القلعه. يعني انت متخيل حضرتك قلعه صلاح الدين في المستوى ده عفوا يعني والميه النيل في المستوى ده، قناطر الميه برج الماخذ رفع الميه للمنسوب ده وبعدين بيمشي بيبقى في برج تاني اسمه برج تعليه زي ده بس على الازهر يعلي الميه لمنسوب تاني لحد ما توصل للقلعه عند برج الساقيه الخاص بالناصر محمد ابن قلاوون بجوار قصر الجوهره. طيب معلش، يعني شيد كل هذا البناء وهذه القناطر فقط علشان يعني توصل الميه من نهر النيل لقلعة صلاح الدين؟ سؤال اكتر من رائع. بص حضرتك القناطر دي ليها تاريخ. هختصره في كلمتين. اصل فكره انك توصل الميه للقلعه
ده بسبب مشكله حصلت. صلاح الدين الايوبي سنه 572 لما جه امر بهاء الدين قرقوش اللي هو وزير اشغاله يعني ان يبني القلعه الجميله بتاعته اللي هي قلعه الجبل اللي عرفت باسم قلعه صلاح الدين ثم بقلعه محمد علي نتيجه غلبه منشات محمد علي عليها. طبيعه الفكر الاستحكام الحربي القلعه ان انا لازم جوه القلعه، القلعه عباره عن ارض انا بحميها بسور وبابراج، لازم اوفر جواها حاجتين رئيسيتين، مصدر للطعام يعني مخازن للغلال، واوفر جواها مصدر للميه. لازم يكون ليه؟ عشان القلعه دي لو اتحصرت ما تسلمش. لو ما فيهاش اكل وما فيهاش ميره ميه ففيها فكر عسكري. عمل بئر يوسف اللي هو بئر يوسف الحلزون. أيوه. طلعت أيوه. الميه بتاعته مالحه، فكان لازم يوفر لها مصدر دايم للميه. يبقى صعب ان حد يقطعه، لانه لو القناطر دي منخفضه اي عدو هيحاصر القلعه هيقطع الميه عن القلعه، خنقها سلمت. تمام. ففكر مش بقى صلاح الدين ابن اخوه، ما هو صلاح الدين هو اللي بنى القلعه، بس على فكره ما سكنش فيها لانه كان في حروب وعمال هذا وحطين، وتوفي 589 وكان بناء قلعه الجبل لم يكتمل بعد. مين اللي رعاها ولا بناها بعد منه؟ ابن اخوه الملك الكامل محمد. وكان اول من سكنها. لما جه يسكن بقى وابتدى يستعملها وجاب معاه بقى الحاشيه بتاعته والحريم واولاده، لقى بئر يوسف دي ميتها مالحه مش نافعه، ففكروا انه يستخدموا سور صلاح الدين. كان اسمه سور صلاح الدين. سور صلاح الدين اللي طالع من قلعه صلاح الدين. رايح على بقايا الفسطاط عند متحف الحضاره كده، ظهر متحف الحضاره. وكان ينتهي الى النيل عند منطقه قصر النبي، انه يستخدموا سطح هذا السور كمجرى وقناطر للمياه، ودي اصل فكره القناطر. الجزء اللي احنا فيه حاليا ده مش بتاع صلاح الدين. يعني اذا بدا البناء في عصر صلاح الدين الايوبي. تمام. وانتهى، يعني استمر في كم عصر؟ هقول لحضرتك الجزء اللي احنا بنتكلم عنه اللي هو استخدام السور كمجرى ميه من ايام الكامل محمد تحديدا من سنه 608 مرورا بقى، ووصلت الميه للقلعه واشتغلت. بقيه العصر الايوبي كله يعني بعد الكامل محمد في صلاح نجم الدين ايوب، شجر الدر، طرنشاه، بعدين دخلنا في دوله المماليك البحريه، دوله المماليك الجراكسه. هنا حصلت مشكله في اخر عصر او في عصر المماليك البحريه تحديدا. الناصر محمد بن قلاوون اللي هو احد مشاهير البنائين والسلاطين في العصر المملوكي حب يزود المياه للقلعه لانه انشا الادر السلطانيه والايوان ووسع الجامع وزاد سكان القلعه، فحب يزود كميه المياه للقلعه، فعمل برج مأخذ ثاني يزود بيه المياه للقناطر. طب بعد كده حصل ايه؟ وكمان عمل الميدان اللي هو ميدان الرميله. جه بعد كده بقى اللي احنا هنوصل له اللي احنا فيه ده عصر سلطان الغوري. الغوري اللي هو الغوري اللي هو اخر يعني اخر سلاطين المماليك فعليا. معايا ازاي؟ جه فكر برضو غرز الميدان اللي هو ميدان الرميله، منطقه ما بين السلطان حسن والسيد عيشه كده وبتاع، فحب يزود كميه المياه للقلعه. فراح عامل ايه بقى؟ ساب الجزء بتاع سور صلاح الدين القديم وراح عامل برج المأخذ اللي احنا فيه دلوقتي ده، وطلع منه قناطر تلتحم بسور صلاح الدين. ده قصة. دي قصة. سور صلاح الدين اهو. الغوري عمل البرج اللي احنا فيه ده وعمل القناطر وصلها للسور. عشان كده في زاوية قايمة عند عين السيرة. انتهى العمل بهذه القناطر في اي عصر؟ يعني هو بقى 911 كان الشغل فيها شغال لحد 13 14. أنا شايفة إن في دعامات وترميم، هذا جزء من الحفاظ على الأثر. بالظبط حضرتك، هو على طول وزارة السياحة والآثار ممثله في المجلس الاعلى وقتها الاثار الاسلاميه في حاجات اثار عندنا بتخش كبروجكت مشروع ترميم اللي بيتم هنا في البرج، والجزء الاولاني من القناطر هي عمليه مينتيننس، عمليه صيانه ليها يعني كعمليه مواكبه لجهود الدوله المبذوله حاليا في تطوير المنطقه ككل، وان شاء الله تكون جزء او ظهير تراثي تاريخي وقيمه مضافه لتطوير المنطقه ان شاء الله. ممكن بقى حضرتك تطلع معانا فوق ونشوف ازاي الميه كانت بتطلع من هذه المنطقه، المأخذ اللي النيل كان بميه النيل بتاخد من هنا عن طريق الجراد اللي نازله من السوائي، القواديس عن طريق القواديس، وتطلع الميه فوق للسوائي فوق، ومن السوائي عن في مجرى القناه التي تصل بالمياه إلى قلعة صلاح الدين. دكتور،
اتكلمنا عن الحجر، عن الأثر، ماذا عن البشر الذين يعني كانوا يعيشون ويعملون في هذا المكان؟ الحقيقة إن إحنا زي ما حضرتك قلتي اتكلمنا عن الميكانيزم أو الحركة، زي ما بتدخل زي ما بتطلع زي ما بتتوزع، لكن العملية دي كلها كان بيشرف عليها متخصصين، يعني في ناس عملها قائم على متابعة الدواب اللي هي كانت بتدور السوائي، توفير الغذاء لهذه الدواب، مراعاة المية وكمية المية، لأن برضو ما كانش المكنة شغالة على طول، لأن المية لو زادت وامتلأ الحوض المية هتفيض وتنزل بره، فناس كانت وظيفتها القياس، في ناس كانت وظيفتها تطهير القناة وتطهير الأحواض التي تجتمع فيها المية لتنتقل إلى القناة، دي كلها وظائف وعيشة. اللي بنى الكتلة برج المأخذ عمل فيه جوه، هنشوف بعد شوية عمل حجرات استراحات صغيرة للعمال، عمل فيه حاجة جميلة جدا بتدل على فعلا من تقدم الحضارة اللي كان موجود، عمل مقاعد خلاوي. يعني ايه مقعد خلاوي؟ يعني دورات مياه للناس اللي موجودين بيشتغلوا، وده بالإضافة للاستراحات. اسمح لنا نطلع بقى نشوف كيف تعمل، كيف يعمل هذه القناطر، او كيف تعمل هذه القناطر. اهلا بيك، تفضل. كما بدأنا احنا هنا طلعنا لاعلى نقطة من سور مجرى العيون، السور ورانا اهو، والمكان ده اللي هو المجرى. وفين يا دكتور؟ احنا دلوقتي عند السوائي. بالظبط يا فندم، بالظبط. هو الميكانيزم هنا او اسلوب التشغيل هو عباره عن 6 وحدات مكرره. احنا قلنا البرج مسدس، أيوة. فكل ضلع ليه المكنه اذا جاز التعبير الخاصه بيه، فست مكنات مكرره. لو شرحنا واحده يبقى احنا شرحنا الـ6 بمنتهى البساطه. في عندنا ساقيه افقيه اهو، يعني ساقيه افقيه وساقيه راسيه، دي بتلف فتدور ديا، دي لما تتدور كده زي العجله من خلال المحور دون، هننتقل هنا هنلاقيها بتدور الساقيه الرئيسيه بتاعه الوحده دي، الاواديس او الاسطال كانت بتبقى مسمكه في هذا يعني المكان، أيوة. الجرادل بالبلدي، أيوة. وهي طالعه من تحت بتدلق الميه هنا، بتكب الميه هنا، ودي تلف تنزل لحد ما تنزل للقاع تحت الارض النيل، تملى الميه مع الحركه وتيجي تكبها هنا. وصلت المساله؟ وصلت المساله. الميه دون راحت فين؟ الحوض جت، الحوض دون، الحوض ده فيه قناه، احنا ماشيه هي القناه دي طالعه من الحوض، بتصب الميه في الحوض التصفيه هنا، وبشكل رئيسي في البحره او او الحوض الاكبر المسدس اللي في النص دوت. هنلاحظ ان على دون بتطلع منه بقى القناه ورا حضراتكم، بتوصل لاعلى الابراج، وبالتالي القناه اللي هناك دي هي دي القناه، هي اللي بدأ من هنا، بنبدا من هنا. ولو حضرتك لاحظتي هتلاقي ان منسوب ارضيه القناه مرتفع عن منسوب ارضيه الحوض، لسبب لان المياه كلها بتتجمع هنا، ترسل مياه اي عكاره فيها اي رواسي فيها طمي يظل بارضيه الحوض، وياخد المياه الصافيه العاليه تمشي في القناه هنا، وعلى طريق الانكسارات دي تمشي توصل للقناه اللي اعلى، القناه العاليه عرضها 76 سنتي عمقها 50 سنتي، وعن طريق الانكسارات دي توصل الميه للقلعه. طب هل كان في حاجه بتزقها؟ كان بيعتمد على عنصرين رئيسيين حتى تتحرك المياه من هذا المنسوب الى المنسوب اللي هو عايزه في القلعه. اولا انه بيتحرك من منطقه عاليه لمنطقه ادنى، يعني ارضيه القناه دي يا فندم فيها ميول متقاسه، ميول من العالي للمنخفض، دي حاجه. ثانيا الانكسارات اللي حضرتك شايفاها دي بتزود سرعه الميه وتدفقها في اتجاه اللي هو عايزه، من هنا لمنطقه عين الصيره، توصل لمنطقه عين الصيره، وبعدين لمنطقه توصل السيد عيشه، أيوة. ومن السيد عيشه لمنطقه عرب اليسار، ومنطقه عرب اليسار الى القلعه اسفل قصر الجوهره الحالي. طول السور قد ايه؟ من هنا لحد ميدان السيد عيشه 3 كيلو و100 متر. من هنا لاشاره عين الصيره الجزء الاغلب اللي هو بيرجع لعصر السلطان الغوري 2 كيلو و200 متر. فيها 271 عقد، منهم يعني ايه عقد؟ اللي هو بقى هنا تسميه مجرى العيون. تسميه العيون دي تسميتي العامه، اطلقوا على العقد اللي هو الكيرف الدوران دون، الدورانات المتكرره دي العامه سموها العيون، لان بيبصين لها كانها عين يظهر الضوء من خلفها، وده احد اسباب، اهو ده السبب اللي سموها
مجرى العيون العامة سموها مجرى العيون. أنا تخيلتها من عيون المياه يعني. لا العيون اللي هي فيها العقود اللي فتحات المتكررة اللي هي فوق شايلة القناطر فوق منها. يعني إيه الهدف من هذه الفتحات؟ الفتحات دي هي بص حضرتك لو هو بنى جدار مصمت يعني جدار عبارة عن كتلة صماء من الحجر بمسافة 3 كيلو بالارتفاع دون مع الوقت لازم بيحصل فيه تكريش ويقع. فالعيون دي أو العقود دي أولا تخفيف الأحمال وفي نفس الوقت هو مش محتاج كل مادة البناء. أصل حضرتك لما هو أي مبنى في العالم هو عبارة عن وقت وجهد ومال. فكل ما بيقلل في الوقت ويقلل في الجهد ويقلل في المال يبقى هو مهندس ناجح. فالعيون دي موفرة حجر، موفرة وقت يبنوا بيه، وفي نفس الوقت تساعد المبنى على التماسك ذاتيا. المبنى طبعا اتجدد بعد كده في العصر العثماني على يد عبد باشا سنه 1140، وهو عمل الدعامات اللي سانده اللي من بره دي اللي زي الخباب الصغيره. ايوه عشان تسند في مناطق الزوايا، تسند مجرى العيون طبعا شايفين الارتفاع عشان تسند. ده التجديدات في العصر العثماني، واستخدمتها الحمله الفرنسيه برضو وسدت بعض العيون اي بعض العقود فيها واستخدمت جزء منها كسور. ماذا تقول عن هذا الاثر والبشر اللي كانوا عايشين وأسسوا هذا الأثر؟ الحقيقة هي أصل الفكرة احتياج، لكن وجدت العبقري اللي يحول الفكرة دي للإبداع اللي احنا شفناه مع حضراتكم النهاردة، ونتمنى نكون قدرنا نبسط الفكرة عشان تصل للمشاهدين جميعا. هو أثر مصري أصيل فريد من نوعه غير متكرر سواء جوه مصر أو في المنطقة العربية. هو جزء من تاريخ وحضارة مصر، ودلوقتي بيعاد إحياؤه تاني من خلال تطوير المنطقة ككل وتطوير المجرى ذاته. دكتور أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذا الشرح الممتزج بقصص التاريخ وقصص البشر اللي عاشوا في هذا الزمن. وخلونا ننتقل لجزء آخر من مصر قديمة، إلى بحيرة عين الصيرة ومتحف الحضارة. الشكل ده كان بيمثل أزمة وتحدي كبير قدام الدولة لتطوير منطقة سور مجرى العيون وكل الأماكن المحيطة بها من مدابغ الجلود وغيرها من المباني العشوائية. كان الوضع أشبه ببؤر التلوث قضى على الوجه الحضاري والأثري والتاريخي للمنطقة، لكن قبل ما ينتهي عام 2019 الوضع اختلف تماماً. نقلنا الأول المدابغ إلى منطقة الروبيكي، حوالي 440 مدبغة و300 مصنع غيرها. بالنسبة للسكان طلعوا على منطقة الأسمرات. وفقاً لمخطط الحكومة فعملية التطوير اللي هتتم خلف السور ده والمنطقة كلها هي عبارة عن مشروعات بس، خاصة انه غير مدرج بناء اي وحدات سكنية في المنطقة، الامر اللي هيساهم بشكل كبير في خلق فرص عمل. لكن يهمنا في النهاية نعرف اصحاب المدابغ اللي كانوا متأصلين هنا احوالهم ايه بعد نقلهم لمنطقة الروبيكي. هنا في مدينة الروبيكي للجلود حوالي 213 مصنع دباغة بواقع 192 مستثمر عشان تدور عجلة الإنتاج بشكل ممنهج ومنظم. المهندس محمود سرج واحد من المستثمرين اللي بيتابع الشغل في مصنعه بانتظام. بعد ما قضى حوالي 18 سنة في مدابغ سور مجرى العيون لاحظ فرق كبير بعد ما اتنقل هنا في الروبيكي من 3 سنين. كانت صعب جدا انك انت تقدر تحط اي مكان، كانت وسيلة النقل الوحيدة هناك أو الرئيسية هناك هي العربيات الكارو. لما جينا هنا زودنا الطاقة الانتاجية يعني يمكن لأكثر من 3-4 أضعاف. بنجيب ناس من بره عندنا هنا تشتغل، كان بالنسبة لنا صعب جدا أن انت تجيب حد من بره يبتدي يشوف الواقع اللي هناك عامل إزاي، طريقة التعامل المكان نفسه مش مهيئ خالص. بالشكل ده الاستفادة هتعم على الجميع، سواء بتعظيم دور دباغة وصناعة الجلود وعمل نقلة غير مسبوقة فيها، أو بالنقلة الحضارية والتاريخية اللي هتشهدها منطقة سور مجرى العيون. احنا هنا أمام بحيرة عين الصيرة. قبل ما احكي لكم قصة البحيرة دي، زي ما انتوا شايفين أنا في ظهري هضبة المقطم، وبعدين هنا عندنا الإمام الشافعي، وبعدين طبعاً آدي قلعة صلاح الدين. فما زلنا في مصر القديمة أو حدود مصر القديمة، وطبعاً إحنا بالجوار متحف الحضارة. طيب إيه قصة البحيرة دي؟ البحيرة دي كانت بحيرة يعني خلقت طبيعياً بعد زلزال في سنة 28.
ولكن على مر السنوات ما بقتش بحيرة، بقت مكان يعني للحيوانات النافقة، مقلب زبالة. الحقيقة كان مكان سيء جدا، وعلى أطرافه أيضا كان فيه عدد من الأماكن العشوائية والعشوائيات اللي كانت موجودة هنا. إزاي المكان ده اللي كان مقلب زبالة واللي كان مكان للحيوانات النافقة ومكان اللي كان فيه عشوائيات، إزاي تحول لهذه البحيرة الجميلة جدا اللي أنا بصراحة ما صدقتش إن صور الزبالة والقمامة يمكن أن تتحول لهذا المشهد الجميل. مهندس محمد الخطيب المسؤول عن مخطط تطوير جزء كبير من منطقة مصر القديمة، سواء من سور مجرى العيون للبحيرة دي، لما بتقف دلوقتي بتتخيل إنه ده المشهد اللي يعني اللي جه بدل يعني مقلب زبالة؟ هو طبعا الحقيقة احنا لما ابتدينا هنا كان الموقع كارثي، عبارة عن مقلب لكل النفايات بتاعت المنطقة المحيطة. للأسف الشديد كان الصرف الصحي كمان بيوصل هنا، مناطق عشوائية، منطقة الحقيقة لا تليق أبدا بأنها تكون حدود متحف الحضارة، وفي وسط زي ما حضرتك تفضلتي انها تبقى في وسط الامام الشافعي وحوش يعني الباشا والقلعه والقيمه التاريخيه دي. يحيط بهذه البحيره فعلا مجموعه من اهم الاثار المصريه القديمه، مش الفرعونيه ولكن مصر القديمه التاريخيه. بالظبط. فالحقيقه كان تحدي كبير جدا لما ابتدينا في الاول، لان الموقع كان ملوش ملامح تقريبا. الحقيقه ابتدينا نعمل توسعه للبحيره اول حاجه، بحيث ضفافها توصل لغايه المتحف. البحيره كانت نصها يعني كانت اصغر من كده كتير، وقدرنا نخلق من وسطها كمان جزيره زي ما حضرتك شايفاها كده، الجزيره الجميله دي، وبحيث انها المتحف بقى يشرف على البحيره مباشره، بقت اضافه كبيره جدا للمتحف، وهتبقى اضافه كبيره كمان لسكان القاهره. يعني الناس تقدر متنفس، تقدر تيجي تتمشى هنا في ممشى جميل جدا. يعني دي هتكون مفتوحة للناس انها تتمشى وتتفرج، مفتوحة وهيبقى فيها مطاعم وهيبقى فيها مناطق مفتوحة، سواء في هنا ساحة الشاي، هنا في الجزيرة الاستوائية، في مجموعة مطاعم مغلقة لتراسات خارجية. ده جزء من تطوير منطقة مصر القديمة. واحنا النهاردة كنا في سور مجرى العيون وشفنا انه في يعني بدايات التطوير، يعني المدابغ اتشالت، راحة الروبيكي، عشوائيات كتيرة اتشالت، بس لسه المشروع بيتطور. بتعملوا ايه بالظبط في سور مجرى العيون والمنطقة دي؟ الحقيقة الدولة اتحركت في اتجاهين في الموضوع ده. اول اتجاه اننا عندنا مناطق خطورة عشوائية، خطورة من الدرجة الأولى والثانية، بتطلع وتسكن في أماكن جديدة زي الأسمرات والمحروسة وتل العقارب وكده. فدي مناطق جديدة هتفضى، بتدي أسد كبير جدا للقاهرة لإعادة هيكلتها، وخصوصا المنطقة التاريخية بتاعتها. فدي أماكن زي المدابغ. المدابغ بتتيح 90 فدان، تخيل حضرتك المناطق العشوائية دي أتاحت أكثر من 200 فدان داخل القاهرة التاريخية. نقدر نعيد صياغة القاهرة التاريخية ونعيد الحدوتة بالكامل بقى، من أول الفسطاط والعسكر والقطائع والقاهرة الفاطمية، فهتمتد لأكثر من 17 كيلو. والأماكن دي يعني سواء من سور مجرى العيون أو الأماكن اللي هينقل إليها الناس دي، هيبقى فيها برضو ممشى للسياح، أماكن السياح ممكن يزوروها، يعني بحيث إنها وهي بتحكي الحكاية السائح يبقى عارف قصة مصر الإسلامية. بالظبط. تخيل حضرتك المحور ده اللي هيمتد من جامع عمرو لغاية بوابة الفتوح من فوق، هيكمل حوالي 17 كيلو، هيتيح الاستمتاع بأكثر من 365 أثر يتشافوا في محور واحد والناس تقدر. وبعدين هيبقى عندنا كمان منطقة مجرى العيون هتتيح أماكن ترفيهية وسياحية وفندقية ومطاعم. إحنا في أشد الحاجة، تبقى ظهير استراتيجي للقاهرة التاريخية، الناس تقدر تقعد. إمتى المشروع ده هيخلص؟ أنا عارفة هو الرئيس دايما يقول مستعجل مستعجل، ودايما يقول عايزينه بسرعة. هو الحقيقة الرئيس كان إدى وقت لغاية نوفمبر اللي جاي، والحقيقة ضغط علينا أنه يبقى كمان جزء كبير من المشروع بتاع مجرى العيون وافتتح في نهاية يونيو اللي جاي، فإحنا قدامنا 9 شهور. يعني أتمنى لكم التوفيق، والحقيقة أنه يعني شيء الحقيقة محترم جدا، وبنشكركم على هذا المجهود اللي بيعيد للمصريين تاريخ
تاريخهم اللي بيفقد ويندثر بالزمن وبالتلوث وبالعشوائيات، لكن من الواضح ان في إرادة سياسية وإرادة ثقافية للحفاظ على واسترجاع جزء مهم جدا من تاريخ مصر. بالظبط، ده حقيقي فعلا. انا بشكرك، شكرا. شكرا يا فندم، شكرا جدا. درة منطقة مصر القديمة الحقيقة دلوقتي هي متحف الحضارة. متحف الحضارة حلم قديم من فترة طويلة، لكن هذا الحلم تحقق الآن ليضم أجزاء من كل الحضارات التي مرت على مصر. مصر زي ما كنا بنقول يعني بلد تحتضن الحضارات، لا تنبذ حضارة، تحتضنها، بتمر عليها، تدخل داخل البوتقة المصرية وتبقى حضارة مصرية. السيد الوزير دكتور خالد عناني وزير السياحة والآثار معانا في هذا المتحف قبل أن يفتتح. هذا المتحف من المفترض أنه سيفتتح قريبا، والحقيقة أن ده من أهم المشاريع وربما من أقرب المشاريع لقلب الوزير دكتور خالد عناني. دكتور، يعني أنا منبهرة بصراحة، المكان مبهر، أنا أول مرة أدخل. ليه المشروع ده بالنسبة لك مشروع خاص جدا؟ وأول مرة حد يصور جوه القاعة. أشكرك. وعشان كده معلش قلنا لكم مش هنقرب من الآثار، هنبص كده من بعيد، لأن دي هتكون مفاجأة مصر بتحضرها إن شاء الله. ده متحف قريب إلى قلبي زي كل مشروعات الآثار والسياحة، لكن أنا شرفت إن أنا كنت مدير المتحف ده لمدة سنة ونص قبل تولية منصب وزير الآثار في 2016. لما جيت قالوا لي مش هيفتح المتحف، مش مصدقين، وكانوا فقدوا الأمل. مشروع رائع، فكرته بترجع لسنة 1982 لما كان في الحملة الدولية لإنقاذ أثار النوبة من 1960 ل 1980. بعديها الدولة المصرية قررت أنها تعمل متحفين، متحف أسوان اللي تم افتتاحه سنة 1997 ومتحف القومي للحضارة المصرية، كان في الأصل في الجزيرة وبعد كده اتنقل المكان هنا، وكان المفروض انه يفتتح في 2011-2012 ولكن توقف العمل فيه تماما من يناير 2011 للاسف. قدرنا نفتتح قاعه عرض مؤقت جت افتتحتها مدام ايرينا بوكوفا المدير العام السابق لمنظمه اليونسكو، وان شاء الله خلال الاسابيع القادمه بنفتتح القاعه المركزيه الكبيره اللي احنا فيها، والاهم طبعا قاعه المومياوات الملكيه، وده الموكب الضخم جدا. كان المفروض ان المتحف ده يفتتح والموكب يتعمل، ولكن طبعا الكورونا ألقت بظلالها على الموكب المومياوات، لأن الموكب قائم على تجمع الناس على شارع، على زحمة، على تصوير، فالظروف لم تكن مواتية. نتمنى يا رب إن شاء الله في القريب العاجل، أول ما الظروف الصحية تسمح في العالم وفي مصر لتجمعات، إن شاء الله هنعمل موكب رائع. أنا شفت البروفا امبارح، جات للشركة المنظمة، أنا انبهرت باللي هم عاملينه، هتكون مفاجأة، يعني مش الكام صورة اللي تسربوا اللي الناس بتتكلم عليها بس، لا هتبقى حاجة بروسيشن، موكب باريد بجد، حاجة يليق بملوك وملكات مصر. يعني حضرتك طول عمري كنت وانا صغير بشوف لما مومية رمسيس سافرت فرنسا واستقبلوها حطوا لها السجادة الأحمر على الطيارة وعملوا باسبور واستقبل استقبال رئيس جمهورية وكتب في الباسبور الوظيفة ملك مصر، فمشوا بيه هناك الحرس الجمهوري، فإحنا بقى مش واحد، ده احنا 22، فيعني لازم يستقبل استقبال، يستقبله استقبال رائع، وإن شاء الله ده آخر تحرك للمومياوات اللي اتحركت كذا مرة، ده آخر تحرك. إيه الفرق بين متحف الحضارة والمتحف الكبير؟ المتحف القومي للحضارة المصرية اللي احنا فيه هو اسمه الحضارة المصرية. الحضارة المصرية ليست الحضارة المصرية القديمة اللي هي معروفة باسم الحضارة الفرعونية، هي الحضارة المصرية القديمة، هي الحضارة المصرية في العصرين اليوناني والروماني، هي المسيحية، هي اليهودية، هي الإسلامية، هي الأسرة العلوية، هي العصر الحديث، هي العصر المعاصر، هي التراث غير المادي، هي العادات، هي التقاليد، كل ده هتشوفيه هنا. والقاعة اللي احنا فتحناها لقاعة العرض المؤقت فيها حرف، فيها الفخار، فيها الخشب، فيها المجوهرات، فيها النسيج، فيها اللبس البدوي واللبس السيناوي ولبس الواحات واللبس المصري واللبس الصعيدي والجلابية والقفطان، فيها كل حاجة، فيها الحضارة المصرية. هنا كبسولة ثقافية، المواطن المصري والسائح هيجي يقدر يلف القاعة الجميلة دي 2500 متر مربع، يقدر يشوف منذ ما قبل التاريخ، ممكن المغارة اللي موجودة ورايا، ويبدأ يلف مع العصر ما قبل الأسرات، العصر العتيق،
الدولة القديمة، الدولة الوسطى، الدولة الحديثة، العصر المتأخر، المسيحي، الإسلامي، الحديث والمعاصر. هتلف في مصر كلها، مصر التي مرت عليها كل هذه الحضارات. فنحن يعني لا ننتمي فقط للحضارة الفرعونية، ففي كثير من الثقافات والحضارات مرت علينا. مصر احتوت واكتسبت الكثير وأكسبت الكثير لكل الحضارات اللي كانت مرت على أرض مصر، ونتج عنها شخصية مصرية متميزة مبنية، وقوامها الأساسي هو التنوع وقبول الآخر على مدار آلاف السنين. ودي رسالة متحف الحضارة. لما تبص هنا تلاقي يوناني وروماني ومسيحي وإسلامي ويهودي وأسرة علوية وما قبل التاريخ. لا، قاعة بإذن الله هتعمل نقلة، هيشد المصريين جدا كمان وهيشد السياح. وطبعا تحتينا هنا على طول بقى العالم السفلي، هننزل نشوف المومياوات الملكية، كل موميا جنبها التابوت بتاعها. وبنحكي بقى، بنوري ماتوا ازاي، لو في سي تي استعمل للموميا، حاجات علمية. ان شاء الله بإذن الله هنا، ومتحف الكبير ان شاء الله لاحقا في قريب العاجل، هي هدية كبيرة قوي من مصر بتقدمها للعالم كله ان شاء الله. انا عارف ان حضرتك مش عايز تحرق الاجزاء المهمة، لكن قول لي ايه اهم اجزاء يعني لها قيمة، كل شيء له قيمة، ولكن ايه اهم اجزاء موجودة في هذا المتحف؟ المومياوات طبعا، التوابيت، ومجموعة رائعة من الآثار الإسلامية. ورانا مثلا هنا منبر رائع، آثار مسيحية، عندنا مقبرة مجموعة سن نجم، ودي من المجموعات الأثرية الهامة جدا اللي جاية من المتحف المصري. وفي حاجات استرجعت كمان، تابوت نجم عنخ، التابوت المذهب اللي كان طلع المفروض بشهادة من سنة 1971 تقريبا، وقدرنا نرجعه من المتروبوليتان من سنتين. تابوت رائع، هيكون بطل من أبطال القاعة. القاعة كل فترينة فيها أحلى من التانية. طبعاً نصل المحتوى، ولكن الفترين كمان هي أفضل فترين العالم. يعني أنا شايفة كمان أن طريقة العرض طريقة مختلفة، أنا أول مرة أشوفها في مصر، وأنا بزور متاحف العالم، فيعني أنا حاسة أنها يعني لا تقل تضاهي، ولكن يعني تضاهي بالضبط. يعني رحت المتحف البريطاني، رحت متاحف طبعاً كثيرة، هي أفضل فترين في العالم، أفضل إضاءة في العالم. السيناريو الناس تقول لك ايه، متحف تحرير مكدس، كأنه مخزن، كأنه زحمة. هنا شايف حضرتك الدنيا، شايفة المساحة. إن شاء الله بعد الافتتاح هصاحب حضرتك في الزيارة بقى، نمشي قدام فترينا فترينا. احنا حريصين ان احنا ما نوريش فترينا فترينا. حضرتك انبهرتي وانت داخله، يعني شيء مبهر، فاحنا عايزين الناس كلها تنبهر وهي داخله ان شاء الله. طب ايه اللي ورانا ده؟ يعني برضو ايه، يعني نقول للناس بعض المعلومات، يعني بنوري ما قبل التاريخ، بدات ازاي الحضاره المصريه، سكرين يعني بالظبط، بنوري ماكيتات، بنوري ادوات الصيد، بنوري الحجر اللي كان بيستخدمه، بنوري حياتهم بدات ازاي، ادوات الاكل، الفخار بتاعتهم، الاواني بتاعهم، ما قبل التاريخ كان شكله ايه. ثم نبدا مع التوحيد، بدات الكتابه، فبدات الحضاره والتاريخ يظهر، الاسره الاولى، الاسره الثانيه، دخلنا في الدوله القديمه، بنحكي حكايه. حضرتك بنجيب النهارده هنا الطفل المصري، عايز تعرف مصر؟ تعالى معايا بالزبط. هنمشي لفة، خط طولي يمكن 300-400 متر، هقول لك مصر حصل فيها ايه. لا ان شاء الله يعني متحف مختلف. تكلفة هذا المتحف، يعني ده مكان واضح ان التمويل ضخم جدا. التكلفة بكام ومنين؟ وجات ازاي؟ شرفت بلقاء بعد تولي المنصب مع سيادة الرئيس ببضعة اشهر، وعرضت عليه مشروعات الاثار، نتج عنها بعديها ب 72 ساعة مكالمة من المهندس شريف إسماعيل بأن في تصديق على 1,270,000,000 جنيه، نصهم جه هنا، نصهم بالضبط. القاعة دي متكلفة هي والمومياوات فوق 600,000,000 جنيه، ولكن المبنى ككل اللي هو معمول بقى من زمان، وبشكر كل القائمين اللي بدأوا هذا المشروع الرائع، واللي احنا بنتكلم في قيمة النهاردة فوق 2 مليار جنيه دلوقتي. لكن طبعا القيمة الأثرية والتاريخية والحضارية التي يضمها هذا المتحف هي لا تقدر، والبقع اللي فيها المتحف اللي حضرتك بدأت بيها. احنا في الفسطاط، صح، احنا في أول عاصمة إسلامية في أفريقيا، احنا في موقع مسجل على قائمة التراث العالمي لليونسكو، احنا كنا على بحيرة الجميع ارتضى ان يشوفها لونها أسود وحواليها حشرات وريحتها وحشة على مدار عشرات السنين. البحيرة دي النهاردة بقت زرقاء،
بقت متنفس، وفي خلال اشهر هيكون حواليها مطاعم وكافيتريات، والناس تيجي تركن في الباركينج ال 600 عربيه اللي تحت المتحف عشان تخش جوه القاهره تقعد على بحيره، ودي ما كانوش بيعرفوها المصريين ولا السياح المصريين، مكان ما كانش بتعرفي توصلي له قبل كده. حضرتك شفت الطرق الكباري اللي بتعمل قدامه على بعد مجرى العيون، اللي انا كنت وانا ومرشد سياحي زمان وانا معدي بالسياح جنبيه مش عايزهم يبصوا وراه، مش عايزهم يشوفوا، بقول لهم ده أثر، يبصوا على الأثر يلاقوا. طب اسمح لنا بقى، ممكن تصطحبنا نشوف يعني بعض ال يعني نحاول نبص كده نشوف ايه ممكن اللي نبص على فيترينة واحدة. ماشي، نبص على فيترينة واحدة، حضرتك تختارها بقى. اتفضلي يا فاطمة. نجم عنخ، يعني ده درة المكان بصراحة. طبعا كل حاجة جميلة، بس ده بالنسبة لي شيء مهم جدا، لأنه مصر استطاعت أن تسترجع هذا التابوت من المتروبوليتان، من متحف المتروبوليتان. لن أنسى الخطاب اللي جالي من السلطات الأمريكية، من المدعي العام الأمريكي، بعت لي صورة التابوت ده وبيقول لي عايزين نتأكد أن التابوت ده فعلا خرج من مصر بطريقة شرعية سنة 1971 وفقا للشهادة المرفقة، وبعت لي الشهاده بتاعه التصدير. كان مصر بتصدر اثار لغايه سنه 1983. طبعا انا شفت التابوت ده انا وزملائي، قلنا لا يمكن مصر حتى لو بتصدر تكون صدرت ده، كانت بتصدر حاجات متكرره، حاجات صغيره، حاجات، لكن ده ما يتصدرش. رجعنا دورنا في السجلات بتاعه التصدير القديمه، ما لقيناش الرقم ده موجود، فهي شهاده مضروبه. ولقينا حتى ان في فرق بين اسم هيئه الاثار في ساعتها والختم اللي محطوط عليه، يعني حاجه مزوره. بعتنا لهم ما يثبت التزوير، السلطات الامريكيه والمتروبوليتان ميوزيوم اوف ارت بعتوا لنا جواب وقلنا استلموا التابوت ده، وجالي جواب اعتذار من المتحف البريطاني المتروبوليتان اللي كان اشتراه بالفعل، وقال احنا اشتريناه بطريق الخطا واحنا بنعتذر عن هذا الخطا، وده مكانه مصر. ورجع مصر، فهو بالاضافه ان القطعه جميله، رمزيتها جميله، وتوري حرصنا على ان احنا مش هنسيب اثارنا. يعني كل شيء يقولوا لي ايه تمثال كذا خرج من زمان، انتوا اكيد سبتوه، اكيد مش هتتكلموا فيه تاني. لا هنتكلم، والدليل ده بالورق 1971. يمكن حتى لما كنت قلت يعني تمثال خرج المفروض كنت لسه بتولد يعني. فبالنسبه لي دي حاجه مهمه جدا. وعلى فكره احنا بنرجع الاف الاثار سنويا من كل دول العالم. انا كنت في المانيا من اسبوع بقابل وزير الدوله لشؤون الخارجيه في المانيا، فجيت على هامش الزياره قال لي بس حبيت ان انا اجيب لك يعني اقدم لك تذكار يوري احترام الشعب الالماني للشعب المصري، وطلع لي تمثال مسروق، قضيه من 2013 كانت السلطات الالمانيه بتشتغل عليها ورجعت لنا التمثال. فاحنا بنرجع تماثيل بشكل منتظم، لكن ده مش شغل وزاره الاثار بس في حينها، ده وزاره الخارجيه والنيابه العامه المصريه ووزاره الاثار والاجهزه الامنيه والرقابيه. ده شغل من بين الجواب مجالي والتابوت ده ما ظهر هنا هنتكلم في سنتين وقيسي على كده، فبتاخد وقت قوي اجراءات استرداد الاثار، بس ده هيكون احدى القطع المميزه اللي موجوده في القاعه الجديده ان شاء الله. ان شاء الله. وطبعا ده الفرق بين متحف محترم زي المتروبوليتان او بريتش ميوزيوم او المتاحف الكبرى، وبين برضو دور العرض والمزادات اللي ممكن يعني قطعنا تعرض هناك ويقول لك والله مصر خرجتها. بهني حضرتك على الحلقه اللي حضرتك عملتيها. شكرا. اللي سافرتي مخصوص وغطيتي حاجه احزنتنا جميعا، ان دول متقدمه وبتنادينا بكثير من المبادئ، ونفوجئ ان هذه الدول تترك اثار مصريه تباع لديها دون مستندات، دون اظهار حسن النيه، عشان تروح من متحف قدام العالم كله تروح لفيله واحد غني ولا قصر واحد غني يتفرج عليها هو وعيلته. فواضح ان في فرق بين الكلام النظري والكلام العملي. طب اسمح لنا بقى حضرتك تاخدنا تصطحبنا في مكان اخر من المميوات. هذا المتحف العظيم. اتفضلي يا فندم. سيادة الوزير احنا فين بقى وايه الكهف؟ احنا نزلنا طبعا بالسلالم لمنطقه كلها سودة وكاننا في كهف كده، احنا فين؟ احنا في العالم الاخر دلوقتي. كان المصري القديم بيعتقد في الحياه بعد الموت، فدلوقتي حزين العالم، ادي اول حاجه. تاني حاجه هو عالم ضلمه، فلازم يكون كل حاجه سودة،
وبعد كده احنا نازلين في طريقتين للنزول، في سلم على اليمين وفي رامب منحدر. اللي ما يقدروش ينزلوا على السلم يقدروا يستخدموا الرامب. هننزل العالم الاخر. فكره العالم السفلي كان حاجه داخله مقبره في وادي الملوك. طب ليه مقبره في وادي الملوك؟ لان حضرتك نازلين نزور المومياوات الملكيه. المومياوات الملكيه دي كانوا ملوك الدوله الحديثه وكانوا بيدفنوا في وادي الملوك في غرب الاقصر. هتنزلي دلوقتي لاول مره السائح والزائر المصري هيقدر يتعرف على الملوك المصريين من خلال المومياء بتاعتهم ومن خلال التابوت الخاص بيهم، وده الموكب الضخم اللي احنا هنعمله. حضرتك شايفه كل حاجه هاديه، الاضاءه هاديه. بنبدا ننزل هنا، بتلاقيه طبعا لسه قافلين كل حاجه، لسه بنشطب. هنبدا نلاقي التابوت، هنلاقي بطاقه بتحكي لنا حكايه صاحب التابوت ده. ثم بعد كده بنروح جايين هنلاقي مثلا اول قاعه هنشوفها، هتكون هنا في مومياء. المومياء دي بتاعه الملك سقنن رع، وده الملك اللي بدا الحرب ضد الهكسوس واللي قدر ان هو يحاول طرد الهكسوس لغايه لما جه احمس وطرد الهكسوس تماما واسس الدوله الحديثه. هنا هتكون المومياء بتاعه الملك سقنن رع، وهنا هيكون التابوت بتاعه محطوط، وهكذا. هنفضل بقى ماشيين كل شويه نلاقي موميا والتابوت بتاعها، وكل يعني موميا مكتوب قصه هذا الملك يعني. لا، وهنا في شاشات بتعرض الوفاه تمت ازاي، لو كان عنده امراض، اللي اتعمل اكس راي وسي تي للجسد بتاعه. هنا كل قاعه من دي كل واحده فيها مومياء بتاعتها وكله اسود، وهتلاقي وراها التابوت الخاص بها. ده مثلا احد التوابيت. احنا مش هيعرف نخليكم تصوروا كتير، ولكن يعني مجرد تعرفوا الفكره. ليه اخترت انك تنقل المومياوات في هذا المتحف وليس في المتحف الكبير؟ والله طبعا مش انا اللي قررت، ده كان قرار قديم لما جم يفكروا، قالوا ان متحف التحرير اصبح صغير ولا يستوعب الاثار المصريه كلها. ليه؟ بمنتهى البساطه، المتحف المصري بالتحرير لما انشئ وافتتح 1902 كان عشان عدد معامل الاثار. كان قبل اكتشاف مقبره توت عنخ امون، كان قبل اكتشاف يويا وتويا، كان قبل اكتشافات الكبيره دي كلها. طب المتحف النهارده اصبح مكدس بالاثار، اصبح المخازن فيها اثار اكتر من اللي معروضه. فالدوله المصريه قررت تنشئ متحفين كبيرين، واحد المتحف المصري الكبير ومتحف القومي للحضاره المصريه، او بالترتيب المتحف القومي للحضاره المصريه ثم المتحف المصري الكبير. فقالوا توت عنخ امون هيروح المتحف المصري الكبير. طب هنا لازم يبقى في اتراكشن تاني، فقالوا هنا هنجيب المومياوات. واصبح هنا المومياوات هي نقطه الجذب، والمتحف المصري الكبير توت عنخ امون، والمتحف التحرير لن يموت لان هو فيه يويا وتويا، فيه لوحه نرمر، فيه زوسر، فيه خفرع، فيه حتشبسوت، فيه اخناتون، فيه كل ثواليق من كورع. الاثار الشهيره كلها موجوده وهتفضل فيه. هدفنا ايه؟ ان السائح يضطر يروح التحرير والكبير والحضاره والاسلامي والقبطي والقلعه والهرم وسقاره وما ايه ده؟ فبالتالي مش هينفع يقعد يومين، فيقعد اكتر. هيقعد اكتر، ولما يقعد اكتر هنزود الليالي السياحيه، هنزود الدخل، فرص العمل، هنزود الدخل ان شاء الله. هتاخدنا الترميم بقى؟ دي احلى حاجه بنشوف جهود زمايلي في الترميم عشان يحافظوا على اثار اجدادهم. سياده الوزير، احنا رايحين فين دلوقتي؟ احنا داخلين احد معامل الترميم. لما الاثار بتيجي لازم الاول بيتم التعامل معها من قبل زميلاتي وزملائي المرممين قبل تخزينها وقبل عرضها في المتحف وبصوره دوريه. فدول بقى يعني بنسميهم جراحين الحضاره المصريه. معامل المتحف في الحضاره والمخازن هي الاكبر في مصر. وكان لما جيت هنا واشرفت على المتحف وجيت نزلت المخازن خضيت. هو متحف اخر تحت الارض، عباره عن مخازن وعباره عن معامل متقدمه جدا. وهنا بقى فريق عمل متميز. حاسه ان انا داخله غرفه، احنا داخلين غرفه العمليات بالظبط. بس هي دكتوره مش طبيبه. اهلا بيكي دكتوره منال، اهلا بيكي. نخلي المايك بقى مع حضرتك، اشرحي لنا بقى بتعملوا ايه. احنا اولا المنطقه دي تسمى منطقه استقبال الاثار. بنستقبل الاثار من رصيف الشحن، بتدخل على منطقه فض وتغليف، وبعدين بنعمل لها فحص دقيق. لو الاثار مصابه باصابه حشريه او بكتيريه او فطريه بتدخل على المعمل هنا. ده احدث جهاز للتعقيم موجود في الشرق الاوسط.
موجود زيه في اللوفر في فرنسا، موجود زيه في اللوفر في ابو ظبي. الغرفه حوالي 7 متر او اكتر من 7 متر، ممكن تسع لاكتر من 20 تابوت مره واحده، ويعني مساحه شاسعه. بيحصل لها ايه بقى التابوت جوه؟ بيحصل تعقيم عن طريق فصل الاكسجين عن النيتروجين. فالاصابه الحشريه ما بتقدرش تعيش من غير اكسجين، كائن حي ما بتقدرش تعيش من غير اكسجين، فبيتم القضاء عليها عن طريق النيتروجين. بتاخد الدوره في التعقيم داخل الجهاز من 20 ل 30 يوم. ده التعقيم، بعد بتعملوا ترميم بقى كمان للاثر؟ بعد التعقيم اولا لحظه بنشوف هنا الشاشه المونيتور دي، بيبقى عليها كل حاجه بتحدث جوه، درجات الحراره، الرطوبه اللي حاصله للاثر داخل الجهاز، كمان نسبه النيتروجين اللي بيضخ داخل الوحده. وبعدين في هنا في الغرفه الثانيه في اتنين وحده ثانيه اكستنشن للاثار الصغيره، احنا لسه حاطين النهارده فيها اتنين كرتوناج جايلنا من المتحف المصري. كل ده بابل. احنا لسه ما نزلناش المخازن والمعامل اللي تحت الارض، ده مجرد الاستقبال فقط. يعني لما القطعه تيجي من بره ما ينفعش ياخدها على المخزن، عشان لو القطعه طالعه من تحت فيها مصابه بحشرات ممكن تعدي هتعدي المخزن كله، هتبوظ الاثار. طب هل ده موجود في باقي المتاحف؟ لا. فده عشان كده بقول هنا بقى بدانا في المتحف هنا وفي المتحف الكبير نشتغل باسس علمية مختلفه عن المتاحف السابقه، لان المتاحف بتتبني في القرن الواحد وعشرين تكلفه باهظه، لكن اللي بنحافظ عليه لا يقدر بثمن. طبعا دكتوره، ايه البالونه دي؟ دي وحدتين او تو بوينت، يعني اكستنشن للجهاز الكبير. لما بيكون عندي اثار صغيره مش معقوله اشغل عليها الغرفه الكبيره، فالدكتوره هيام بتعمل لها بابل بنفس الفكره، بس داخل حاجه اسمها سكيل شيت. ده بيجي برضو من بره مصر، مش موجود في مصر. بتدخل فيه القطع، دول عباره عن قناعين من الكرتوناج وصلوا لنا من المتحف المصري بالتحرير، وللاسف طلع فيهم اصابه حشريه. فبدانا ان احنا نتعامل معاهم قبل ما يطلعوا، لان دول من ضمن المعروضات اللي هتبقى في القاعه المركزيه. لما قالوا لي انت ليه المتحف ده هو الكبير بقوا هيئات؟ قلت لهم انهم مش متاحف بالظبط، دي معاهد علميه بحثيه. هنا في بره شفتي سينما، مسرح، مطاعم، كافيتريات، بحيره، ده مش متحف، دي مدينه صغيره، مدينه ثقافيه صغيره. وبنطمح انه يبقى عالمي، بنطمح ان يبقى مركز ترميم عالمي باذن الله. وبالفعل دكتور خالد بيشجعنا على كده. يعني انا بشكركم على هذا المجهود دكتوره هيام وحضرتك ايضا. ده الموكب اللي احنا بنتكلم عليه، ان هيبقى المومياوات الملكيه، فالتوابيت بتاعه الملوك اتنقلت عشان تستقبل المومياء، عشان يتحطوا جنب بعض لاول مره. بس عشان التابوت يجي ما ينفعش انا اعرضه مره واحده، فبيشتغلوا عليه هنا على مدار شهور طويله. وعلى فكره يوم نقل المومياوات الناس بتقول لي يعني هنزور المومياوات تاني يوم؟ قلت لهم لا انا اسف، محتاجين محتاجين الاول نستقبلهم، نفك الباكينج اللي عملناه. الباكينج الحمد لله لاول مره في مصر وفي العالم، طريقه حديثه للباكينج للمومياوات. برضو لزميلنا هنا عملها، تقدر الموميا تفضل في التغليف لمدة 5 سنوات، مش مجرد أسبوعين ثلاثة وممكن تتحل. بعد كده بتدخل على المخزن، مخزن مجهز على أعلى مستوى، عبارة عن وحدات لحفظ المومياوات حوالي 36 وحدة، بتضخ نيتروجين برضو وبتحافظ عليها في درجة حرارة ورطوبة مناسبة. بعد كده بتدخل لو في عمليات صيانة بسيطة بتتعمل، بعد كده بتبقى جاهزة للعرض. والعرض بيتم بطريقة بسيطة لكن معقدة. طب أسأل الأستاذة بتعملي إيه بقى بالظبط؟ ممكن نديها المايك يا دكتورة من فضلك؟ دلوقتي أنا يا ريت تقرب تصور حاجة قريبة بتعمل إيه؟ درجات الألوان والذهب، أنا بعمل عملية تنظيف عشان أوصل لدرجة الذهب الأصلية بتاعتها من غير ما يكون عليها أتربة أو أي حاجة، ودرجة اللون عليها هنا طبقات شمع، فأنا بحاول أشيل الشمع وأظهر درجة اللون. ممكن اقول لك انه الناس في مصر دايما عندها احساس بخوف انه اي ترميم هنروح دهنين مش عارفه عامل ازاي، لا خالص، ونروح مخربشين ايه، فعندنا دايما حاله قلق. بس انا شايفه
من فترة إن في تطور علمي كبير في ترميم ال احنا بنعمل الديكومنتيشن قبل اي حاجه. لازم اعمل اول فوتوغرافيك ديكومنتيشن وبعدين اعمل بالشيتس بتاعتي. يعني دي شيتس لازم اظهر عليها كل مظاهر التلف اللي موجوده على الاثر قبل ما انا اشتغل فيه تصوير، واعمل ديورينج وافتر وبيفور عشان اوريله قبل وبعد واثناء، ويبقى بمنتهى الامانه ان انا بوريله قبل عملت ايه، قبل كان شكله ازاي، اثناء كان عامل ازاي، وبعد ما اشتغلت فيه عمل ايه. وانت قاعده مع تابوت موميا ملك مصري، ده تحطمس الاول بنفسه ايه حاسه بايه؟ حاسه خايفه، قلقانه، بفخر، ايه احساسك؟ اكيد طبعا الواحد اكيد حاسس بفخر طبعا ان هو بيرمم يعني يعمل يعني توابيت ملكيه. يعني هزود حاجه يا مدام لميس، لو هي غلطت في الترميم افتكري دقنة توت عنخ امون من 5-6 سنين. لما مرمم غلط في الترميم، هل مصر اللي اتكلمت عنها؟ العالم كله اتكلم عنها، فهم الغلطة عندهم مش مسموحة لأن ده بتاعنا، بس ده ملك البشرية كلها. فعشان كده لما بيقولك بيكسروا أثاره وبيهدوا أثاره، الواحد طبعا بيقول إيه اللي بيقولوا ده، يعني لو حد بيقعد يعمل كده ما هو نفس الوزارة ونفس الجهة. فطبعا الغلطة عندهم مش واردة ومش مسموحة، وفي شعور بالمسؤولية طبعا، يعني فخر ومسؤولية طبعا. السلام عليكم. ازيكم؟ بخير يا جماعه. ايه الاخبار؟ هنا بقى متحف الحضاره، مش اثار فرعونيه بس، كل الحضارات اللي جت على ارض مصر، مصري قديم، يوناني، روماني، يهودي، مسيحي، اسلامي، حديث، معاصر. فده طبعا نموذج لكسوه الكعبه. كسوه الكعبه اللي احنا كنا بنعملها في مصر وعلى المحمل ونبعتها للمملكة السعودية. مصر كانت يعني أول دولة بتعمل كسوة الكعبة، مظبوط؟ شيرين بتعمل إيه؟ نسمع بقى من طبعا إحنا بنعمل الخيوط هو طبعا كسوة الكعبة من الحرير الأطلس، والخيوط من الفضة أو الفضة المذهبة. هي بس الكسوة دي كانت آخر كسوة اتعملت في مصر في عهد جمال عبد الناصر، وهو الاسم بس هو اللي بالذهب، يعني الخيوط الذهب اللي بنعمله. طبعا هي كان في زي خيوط طبعا متهالكه بنعالجها ونعمل لها عمليه تنظيف وعزل، وبنعمل بقى الاسترجاع للخيوط. هي هتتعرض في القاعه؟ دي هتتعرض يعني كلها كده هتتعرض؟ القاعه هتبقى حلوه قوي ان شاء الله. ده شيء جميل، ويعني الحقيقه مجهود رهيب ودقه. طب ممكن اعرف الاساتذه بيعملوا ايه؟ المعامل كلها في متحف القومي للحضاره المصريه مزوده كلها بوحدات سحب ابخره وغازات. تعالي هنا شوفي بيعمل ايه بقى. السلام عليكم. وحدات السحب الابخره والغازات. الاخبار مش ورق. احكي لنا بقى بتعمل ايه. ده تمثال الاله ايزيس، ده من البرونز، ده كان جاي من المتحف المصري، وطبعا زي ما احنا شايفين في جزء مذهب تمام، والاعين كانت مطعمه. احنا دورنا ان احنا بنحافظ على الجزء المتبقي منه بان احنا بنزيل اجزاء الصدأ اللي فيها نشاط، يعني في وجود البيئه اللي هي فيها رطوبه وهو بيزود حالته، فاحنا بنحاول ان احنا نختزل من الكلام ده ونشيله ونحافظ عليه بان احنا بنوفر له البيئه المناسبه اللي من خلاله يقدر يتعرض فيها، ونحافظ على الوضع بتاعه يعني على قد ما نقدر. بشكركم على هذا المجهود والتضحيات الكتيره اللي بتعملوها عشاننا وعشان البشريه كلها. ده تراث للبشريه مش فقط. شرفتونا والله، شرفتونا يا فندم، وان شاء الله تشرفونا في الافتتاح باذن الله تشوفوا الحاجه دي ان شاء الله باذن الله قريب ان شاء الله. سياده الوزير، احنا بنختتم هذه الجوله من قاعه العرض المؤقت. ايه هي قاعه العرض المؤقت؟ دي قاعه تم افتتاحها في فبراير 2017. حضر الافتتاح المدير العام السابقه لليونسكو وحوالي 12 وزير من الحكومه وعدد كبير جدا من السفراء. هي قاعه فيها بتعرض اربع حرف، الفخار اللي موجود ورايا، وكل قاعه فوقيها في فيلم، هنا الخشب زي ما حضرتك شايفه، هنا النسيج، هناك في المجوهرات والفخار، اربع حرف. بنوري كل حرف على مر العصور، الفرعوني، الاسلامي، المسيحي، اليوناني، الروماني. بنوري ان الحضاره المصريه حضاره مستمره على مر العصور،
ودي افتتحت بقى لها 3 سنين من القاعات الجميله جدا فعلا اللي معموله. فان شاء الله بالاضافه للقاعتين الكبار اللي هنفتحهم باذن الله، للقاعه المركزيه اللي احنا صورنا حته صغيره منها وقاعه المومياوات، هيكون متحف ضخم جدا ان شاء الله. كلمه اخيره عن متحف الحضاره. مشروع رائع، بشكر اصحاب فكره هذا المشروع انهم يعملوا كبسوله عن الحضاره المصريه منذ نشاتها وحتى اليوم. رسالة مهمة جدا للمصريين يعرفوا عظمة بلدهم، للسائحين يجوا في زيارة سريعة ياخدوا كل مقتطفات عن كل حقب من التاريخ المصري القديم. بشكر زميلاتي وزملائي اللي بيرمموا واللي بيعملوا العرض المتحفي الجميل، متحف عالمي إن شاء الله هو والمتحف الكبير بإذن الله هيعملوا نقلة سياحية ضخمة جدا للقاهرة والمصر إن شاء الله. أنا بشكرك سيادة الوزير، والحقيقة أنه يعني بشكر كل الناس والمجهود والدولة اللي وفرت الاعتمادات لهذا المتحف، لأنه هذه المتاحف لا يمكن أن تقام بهذه الدقة بهذا المستوى دون تمويل ودون دعم سياسي ودون دعم مالي كمان ومادي من الدعم ده مباشرة من السيد رئيس الجمهورية، وبيتابع بنفسه المشروعات دي كلها، وإن شاء الله بإذن الله نلتزم. الكورونا ما وقفتش زمايلي في الوزارة، إحنا في عز الكورونا افتتحنا البران، في عز الكورونا خلصنا بنسبة 100% متحف المركبات الملكية جاهز للافتتاح، المتحف الحضارة قاعتين مع موكب المومياوات، ميدان التحرير، تطوير متحف التحرير، متحف الغردقة افتتحنا 29 فبراير، هنفتح متحف شرم الشيخ إن شاء الله في الأسابيع القادمة، متحف كفر الشيخ، اكتشافات أثرية. فالكورونا ما وقفتهمش وبالعكس بيشتغلوا أكتر، وربنا يوفقهم عشان يروجوا لمصر والسياحة وثقافة وأثار مصر. أنا بشكرك شكرا جزيلا. متحف الحضارة مكان يؤكد أن مصر تحتضن كل الثقافات كل الحضارات، لا تنبد أحدا ولا تطرد أحدا، لكنها تحتضنهم جميعا في بوتقة مصرية. دي كانت رحلتنا في جزء من مصر القديمة، حيث حكمت مصر لسنين طويلة وعقود طويلة. نقرأ التاريخ ولكن ننظر أيضاً للمستقبل. ننهي هذه الحلقة من أمام بحيرة عين الصيرة، حيث جزء من المشروع الذي يتم تطويره لاستعادة رونق القاهرة الجديدة، وإحنا طبعاً بجوار متحف الحضارة الذي يضم كل الحضارات التي مرت على مصر. فمصر احتضنت الحضارات، لم تنبذها ولم ترفضها، ولكن احتضنتها في بوتقة مصرية. بحييكم من أمام بحيرة عين الصيرة ومن أمام متحف الحضارات، وهذه لميس الحديدي. اصبحوا على خير.